قامت ولاية مسيلة بتقديم حصة معتبرة من السكن ومقدرة ب 3487 موزعة بمختلف السياغ، موزعة كالتالي: عندنا 944 عمومي إيجاري، عندنا 243 سكن ترقوي مدعم، و 1100 مقررة استفادة للسكن الريفي، و 1200 مقررة استفادة للتجزئات الاجتماعية. نهني الشعب الجزائري على يوم الاستقلال، كما نشكر القائمين والمنظمين على هذه الاحتفالية. بطبيعة الحال شعور لا يوصف، أنك بعد طول انتظار تأخذ نصيبك من السكن، ونشكر الدولة الجزائرية. الحمد لله، الحمد لله، رغم نعمة، الحمد لله، رانا بني الريف، الحمد لله. الحمد لله، اليوم طرحة والله عظيمة بالمناسبة، هذا اليوم هذا يعني اليوم عظيم، هذا يا ثاني لبقوا الحمد لله.